وصلنا عن طرق أو طرائق الخروج من الحالة السالبة للطبيعة البشرية. خديجة مصطفى وسهام محمد ديب ونديمة إبراهيم في كتابة موضوع سهى، تفضلي يا سهى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أستاذ سهى سليمان، مو سهى محمد ديب. شو اسمك؟ سهى سليمان. مكتوب اسمك سهى محمد ديب، أنا عندي سهى محمد ديب سليمان، صح؟ صح. أنا عندي يا بنات مكتوب عندي فقط اسم البنت واسم الأب، أما النسبي ما مكتوب عندي. مثلا نورة عبد الله، نديمة إبراهيم، خديجة مصطفى، إيمان عماد، حلا حميد، فقط أنا هيك مكتوب عندي. تمام أستاذ، بلش في الموضوع. تفضلي تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. يرجع مفهوم الطبيعة البشرية أنه جاء تعبيراً عن رغبة الناس بالتميز عن الكائنات الأخرى، وهو ما يميز البشر عنهم في بنياتهم وأنشطتهم وتكيفهم. لكن المفهوم الاجتماعي لهذه الطبيعة تقاسمه أفراد هذا المجتمع بثقافة مشتركة تنشأ عن تفاعلاتهم الاجتماعية والثقافية، وهاتان خاصتان متكاملتان وتميزان تفوق الإنسان في الصراع الكوني. كما أنه تطور هذا المفهوم في نطاق علمي الاجتماع والأنثروبولوجيا الذي يعرف بعلم دراسة الإنسان وترجع نشأته إلى أرسطو، وبالتالي طوره هيجر حين اعتبر أن التنظيم الاجتماعي ومؤسساته الثقافية يعملان على إحلال العادات والأعراف محل الغرائز الفردية، ويتم ذلك بواسطة العقل الموضوعي الجمعي والتنظيم الاجتماعي. إذ ينظر أصحاب هذا الاتجاه للطبيعة البشرية بوصفها مشروعاً غير مكتمل، يظل دوماً في حالة صيرورة ونماء دائم، لأن الطبيعة البشرية هي مادة خام يمكن تعديلها بفعل الثقافة والمجتمع ضمن حدود العلم. كما إن التنوع الثقافي والفروق بين الأفراد لا يرجع لأسباب فطرية، لأنها تعود للتشكيلات الاجتماعية ومؤسساتها والصور الثقافية التي تعد قابلة للتعديل. بدوري أنا أرى بأن كلا الخاصتان مهمتان في مفهوم الحياة الاجتماعية والثقافية لسهولة تنظيم حياة الأفراد وسهولة التفكير وتعزيز كيفية التعايش السليم والصحيح، وهي وسيلة عقلية لإنتاج الإيجابيات الحياتية. شكراً يا سهى. أنت أعطيتي خاتمي لما أعطيتي خاتمي يا سهى؟ أستاذ أعطيت الخاتمة وتلقلت بدوري أنا. عيدة؟ أيوة عيدة أستاذ؟ خلاص بكفي، عيدي لي بس بدوري أنا. بدوري أنا أرى بأن كلا الخاصتان مهمتان في مفهوم الحياة الاجتماعية والثقافية لسهولة تنظيم حياة الأفراد وسهولة التفكير وتعزيز كيفية التعايش السليم والصحيح، كما أنها وسيلة عقلية لإنتاج الإيجابيات الحياتية. شكراً يا سهى، ما شاء الله عليك حقيقة. موضوع أنت قدمتي سكر المايك، خليك معنا. أنت أعطيتي مقدمة كتير حلوة، أعطيتي مقدمة كتير حلوة كتير رائعة، ثم دخلتي في الموضوع بطريقة كتير لبقة، وقلنا نحن أن الموضوع المقدمة بكافة سطر واحد. مهم نتكلم عن الطبيعة البشرية، لأنه نحن موضوعنا الطبيعة البشرية وعنوان الدرس الطبيعة البشرية، أو نتكلم عن خاصيات الإنسان، لأن الوحدة كلها تتكلم عن الإنسان، ما زلنا في وحدة الإنسان. فمقدمتي كتير جميلة، توفيتي أفكار أو الأفكار الموجودة في صلب الموضوع اللي موجودة، نحن عندنا 9 أفكار استوفيتيها، شكرا لك. أما بالنسبة للخاتمة بحب أوضح لك، أنا تكلمت سابقا وراح أتكلم حاليا، أنه نحن بعد ما ننتهي من أفكار الموضوع اللي موجودة في صلب الموضوع نأتي إلى أول السطر. وين وصلنا؟ وصلنا مثلا بمنتصف السطر عندما انتهينا من الموضوع، نأتي إلى أول سطر ونكتب من أول سطر شحطة، نستنتج مما سبق، أو وأخيرا أستنتج. ممكن أستنتج مما سبق أو أكتب أخيرا أستنتج، وتكتب الخاتمة. الخاتمة هي خلاصة ما كتبناه في صلب الموضوع. أنا عندي صلب الموضوع في أفكار كثيرة، أنا بستوفي مثلا بأخذ الخلاصة زبدي، ما بكتب فقرة موجودة بحذافيرها، إنما خلاصة ما كتبت.
وخلاصة ذلك أن المفهوم الاجتماعي والثقافي كان لهما دورا كبيرا في تطور الطبيعة البشرية، ولهما دورا أيضا في تعديل هذه الطبيعة وفي تطويرها مستقبلا. إذن أنا أخذت إيحاءات وليس فقرة بحذافيرها، انتهيت. أرجع إلى أول سطر وأكتب، وبرأيي الشخصي كمان بحط شقة من بداية السطر، أو وأنا أرى، يا أما وبرأيي الشخصي أو أنا أرى أن الطبيعة، أن المفهوم الاجتماعي والثقافي للطبيعة البشرية هامان مفيدان. ليش؟ لأنه نحن كاتبين لكم في صياغة السؤال، صياغة الموضوع أو السؤال عن كتابة الموضوع مع ثم بين رأيك، وقلنا أن الرأي يجب أن يكون معللا. أنا مثلا قلت أن المفهوم الاجتماعي والثقافي ضروريان للطبيعة البشرية. لماذا؟ اكتب لأن أو بسبب أو لكي. إذا دائما هذا مثل التعليل، سؤال وجواب. السؤال أنا طرحته أنه أنا المفهوم الاجتماعي والثقافي ضروريان لأنهما يساعدان على تطوير هذه الطبيعة، يساعدان على تميز الإنسان عن سائر المخلوقات، يساعد لأنهما يساعدان على إخراج الطاقات الكامنة أو البحث في الطاقات الكاملة للإنسان. أشمع كتبت صح، مهم أنا بدي أعطي رأي شخصي معلل، إما بيكون موافق للموضوع أو مخالف لصلب الموضوع أو محايد. وضحت؟ مهم أنا بدي أعطي رأي وسبب وعلله. إذا كتبنا هيك بنحصل على 10 من 10، بحيث إنه نحن نستوفي أفكار الموضوع كاملة. مطلوب 7 أفكار بتجيب 7 أفكار، كل فكرة لها درجة، مقدم نصف درجة، الخاتمة نصف درجة، الرأي الشخصي مع التعليل درجة، ثم الربط بين عناصر الموضوع، مقدمة صلب خاتمة رأي شخصي، يعطى الطالب درجة على أن يحقق في صلب الموضوع. بدي يكون يعني ما بيصير أنه طالب يأخذ أقل من 3 درجات. إذا حصل الطالب على أقل من 3 درجات في صلب الموضوع، يعني جاب فقرتين فقط من أصل 7 أو 8 أو 9، ما حصل على 3 درجات، حصل على أقل من 3 درجات، يفقد حقه من المقدمة والخاتمة والرأي الشخصي. يعني مثلا طالب كاتب أو طالبي كاتب مقدمة صحيحة وخاتمة صحيحة ورأي شخصي صحيح، بس ولكن في صلب الموضوع ما جاب غير فكرتين وكل فكرة عليها درجة، فبيفقد حقه بياخذ فقط الدرجتين. وضحت؟ لذلك نحن بدي يكون عندنا، نحن الجوهر الأساسي في كتابة الموضوع هو حفظ نص الموضوع. بس إذا حفظنا نص الموضوع وصار عندنا قدرة على كتابة مقدمة وخاتمة رأي شخصي، خلاص بنحصل على 10 درجات. والموضوع لا تخافوا منه، هو مساعد للطالب والطالبة، مساعد. نكتفي بموضوع سهى، لأنه إحنا في عندنا خطة راح نمشي عليها إن شاء الله. وشكرا لخديجة اللي بادرت ونوت تقرأ الموضوع وراح نعطيها مجال في المستقبل إن شاء الله، ولنديمة إبراهيم، وشكرا لكل الموجودين معنا واللي كتبوا الموضوع واللي تابعوا معنا.